انا معايا كوبايه من الطحينه، الطحينه الخام، كوبايه الطحينه الخام زي ما انتم شايفين. بنجيب عادي برطمان الطحينه مفيش منه مشكله، ونحضر منه كوبايه. طبعا احنا محتاجين كوبايه واحده بس هي اللي نعاير بيها كل المقادير، فانا معايا كده كوبايه من الطحينه، وهحتاج كمان معاها كوبايتين من السكر البودره، اهو كوبايتين من السكر البودره مع كوبايه الطحينه. وزي ما قلت لكم الكوبايه اللي انا عايرت بيها الطحينه هي نفس الكوبايه اللي انا هعاير بيها السكر. معايا كمان كوبايه من اللبن الحليب، معانا كمان نص كوبايه من الزيت، وتقريبا كاكاو خام ربع كوبايه، ربع كوبايه مثلا وعليه معلقه كبيره مفيش مشكله، عشان يدينا بقى طعم الشوكولاته واللون الشوكولاته وبس. ومعايا الكبه، هنحط كل المكونات اللطيفه دي في الكبه، هتطلع لنا حلاوه سبريد بس كده، وبتبقى خطيره وطعمها حلو جدا وقوامها ظريف جدا. وهي طبعا بالسكر البودره افضل بكتير، انا متخيله ناس هيقولوا طب السكر الابيض العادي هتبقى السكر الابيض الحبيبات هيبقى رخم فيها، لكن السكر البودره هتلاقيها زي بتاعه المحلات واحلى كمان بكتير. تمام، فانا هحط في الكبه اول حاجه لبن، كوبايه اللبن، وكمان عايز احط الطحينه. فين السباتيولا الصغنونه؟ اهي كده، طحينه خام، وهنحط الزيت. انا بحط كل المواد السائله الاول، وبعدين بنحط بقى السكر البودره اهو. كوبايتين السكر مش كتير، هيبقى يدوب علشان طعمها هيبقى حلو. خلوا بالكم احنا كمان هنحط كاكاو خام، فما بيبقاش من غير سكر خالص، ما تبقاش الحلاوه السبريد ممرره معاكي. بس كده، ونقفل الكبه ونشغلها. بسم الله. كده ايه الاخبار؟ بس كده، بصوا القوام عامل ازاي، خطيره حلاوه بقى، يعني مش هتجيبوا بتاعت بره دي تاني من كتر ما دي هتظبط معاكم وتنبسطوا منها جدا ان شاء الله. اهو كده، بصوا تتحط بقى في برطمانات، تتحط في كونتينر، اي حاجه بقى براحتك فضيها فيها علشان تبقى جاهزه، ولسه كمان قوامها هيتقل اكتر من كده لما تهدى شويه، يعني لما تتحط بقى وتترستق كده بتبقى ظريفه جدا، وبتبقى بطعم الشوكولاته مش قادره اقول لكم على اللذاذه بتاعتها يا جماعه. تعالوا كده ايه، استنوا اما نجيب حته كده من العيش الفينو، اهو عيش فينو كده حته محمص كمان وظريف، ناخد من الشوكولاته السبريد دي كده الحلاوه.